واللمس للكرة باسل المصطفى وهدف، هدف التعادل لفريق تشرين. يعدل الأرقام، الهداف باسل المصطفى ينجح وسط يعني جمهور، صيحات كبيرة من جمهور هذا الفريق. يعدل الأرقام باسل المصطفى وينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري، 10 أهداف لهذا اللاعب. باسل المصطفى ينجح بتسجيل هدف التعادل في وقت مثالي جدا، في وقت مثالي جدا. تبديل